اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى جبت لكم معايا النهارده لعبه ايه. واو، دي لعبه جامده جدا 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 من هوت ويلز، فظيعه قوي بقى. ومعانا كذا عربيه هيكونوا هم بقى معانا الشوف الفظيع بتاع النهارده ده. في معانا بقى دراجون اللي هو فوق الكبير العملاق ده اللي بيقدر ان هو ياكل العربيات، ودي اول عربيه في السباق معانا هتنط بقى نطه جامده جدا، تنزل تتزحلق بقى في الريس التراك الفظيع الكبير قوي ده. وتحت بقى دراجون مستنيه عشان قام بتنزل جايه واكلها على طول. ايه ده، الله، بص واو، بصوا بقى جامد ازاي. وتحت بقى في عربيات كتير قوي بقى بتتفرج، دول كله دول بقى داخلين في السباق اللي معانا. وتحت بقى زي ما انتم شايفين في الانجري بيرد عربيه جامده جدا برضو على الايه، على العربيه النقل الكبيره دي برضو جاهزه ان هي تخش معانا في السباق. وهنا بصوا دراجون بقى بيعمل ايه، اول لما العربيه بتيجي تنزل كده تقف عليه جاي يفتح بقه جاي ياكل العربيه على طول. بصوا بياكلها ازاي، جاي ايه دوسنا كده طلع حاجه طردها، مش عارفه ده دايما كان بيعمل ايه. بعدين لو دوسنا بقى عليه جامد اول لما العربيه تقوم جايه معديه، بصوا شفت راح واكلها ازاي. واو، الدراجون جامد جدا جدا جدا. طبعا لو العربيه قدرت ان هي تعدي من الدراجون ده، بصوا بقى هيحصل ايه كمان تحت. واو، الانجري بيرد نزلت وقعت الدراجون العملاق عشان العربيه تقدر ان هي ترجع مكانها. واو واو واو، ده سباق جامد جدا وحرب جامده جدا ما بينهم. بصوا عملنا كده بقى زوم عليه، هنا طيرنا بقى الحاجه دي من بق النار. بعد كده دوم جاي اي عربيه تنزل دوم جاي واكلها على طول. بصوا عربيه تنزل ازاي دلوقتي، واو شفتوا اكلها ازاي. ايه ده، وكمان مش بس كده، في بقى بقيه السباق الرهيب قوي ده، في تحت ايه شارك، وتحت هنا في ميه، لو قدر ان هو ينجى من الشارك هيقع في الميه. ايه ده، ايه السباق الخطير قوي ده. تعالوا بقى نشوف العربيه لو مشيت عليه ايه اللي هيحصل، هوريكم بقى دلوقتي. تعالوا بقى نجيب العربيه ونشوف يا ترى هتقدر ان هي تعدي من الشارك ده ولا لا. العربيه تطلع السباق تمشي كده كده، تمشي كده كده، تطلع باب الاسانسير كده فوق، وبعدين هتنزل بقى كده هنا. شفت مشيت ازاي، شارك بقى اكلها. يا مامي ده دي لعبه جامده جدا جدا جدا، يا ترى هتقدر ان هي تعدي الشارك ولا لا. تعالوا نشوف مع بعض. يا عم هديها، يا عم بنقولك هديها. بصوا بقى الايه البتاع ده ايه، وقع الاسانسير وتيجي العربيه التانيه تخش جاي واقعه فيه، تطلع بقى فوق كده. هنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل، تابعونا. استنوا استنوا استنوا، هوبا، العربيه اللي جت راحت طرت العربيه اللي فاتت، والعربيه دي راحت نازله كده، وهنا بقى ده مقفول وراحت واقعه كده في الايه، في الميه. ايه ده ايه ده ايه ده، ايه السباق الخطير ده، والعربيه نجت ده كله طار، واللي وقع اتغرق في الميه، واللي الشارك اكله. ايه ده، دي لعبه جامده جدا 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 وصعب قوي على العربيات ان هم يلعبوا فيها. انا عن نفسي انبهرت بالسباق الفظيع قوي ده، يا ترى مين اخطر، يا ترى الشارك ولا الدراجون. الاثنين فعلا شكلهم لعب خطيره جدا جدا من هوت ويل، وفي عربيات كتير قوي متسابقين، يا ترى مين اللي هيكسب. تابعونا بقى قناه العاب الاطفال وهجيب لكم بقى سباق تاني جامد جدا جدا للعربيات، في الانجري بيرز وفي نار وفي دراجون وفي شارك بينط في الميه، وفي الايه الانجري بيرز بتهزم الدراجون وتوقعه. يا ترى بقى الانجري بيرز تقدر ان هي توقع الشارك وتهزمه برده ولا لا. كل ده انا اعرفه في فيديوهات تانيه كتير على قنوات العاب الاطفال. انا انبسطت جدا 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 معاكم النهارده، اتمنى يكون الفيديو فظيع عجبكم. بليز قولوا لي ايه رايكم بقى فيه في الكومنتات، وبليز ما تنسوش انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. وتوحشوني اوي يا اصحابي، باي باي.